أنا راح أتمشى طبعاً وانزل لهناك نصور لكم هذه المناطق الحلوة. يعني أقدر أنزل من هنا يعني طالما ثلج قليل ما كزلق إن شاء الله. وشلون مناطق حلوة طبعاً. بديت أزلق طبعاً زلق بسيط يعني مو لأن هذا الثلج شوي فوق. يعني شوف السنجاب هذا رأيكم إياه شلونه شلون مكان مختار مكان حلو. طبعا ذني هسه يبدا يطلع عن اكو هنا الجوز والبلوط يدفننا بالصيف ينزلن يطلع عنا ويساعدن لبيوتن. هذا السنة يجيب يدفننا هذا وياه شوفوا من يهز بديله يعني فد شي يحذر الباقين او خطر. شوفوا احنا ثلج بسيط جدا مو يعني البارحة ذبت شوية هذا كل ما تشوفون. يعني الشمس بوجهنا هاي شوية تصوير يصير. السلام عليكم احبائي اصدقائي، نلتقي وياكم بهذا الجو الجميل اللطيف ونحب نسولف وياكم. طبعا انا اتعمد اليوم طلعت لان حتى شويه تتمتعون وياي بهذا الجو رغم برودته لكن هو جميل جدا. شفتوا قبل شويه صورت وتسمعون صوت البلم هذا الجاي يمشي بالمي. طبعا جميل الوقت جدا. واليوم نسولف عن برج الجدي. طبعا البرج الجدي وهو ترابي معروف طبعا قوة شخصية عنده ومقتدر يعني بالمسؤولية ويحب العائلة، يحب دائما ينجمع بعائلته ويحبها جدا يعني بشكل مميز. هو هذا بهذا الشيء يفضل أماكن الهادئة يعني مثل هذه وغيرها. دقيق بمواعيده طبعا ملتزم جدا بمواعيده، طموح ويخطط البعيد دائما. هو هذا الصف صفاته حلوة يعني عنده، صبور ويكره الفشل يعني صبور ويحاول يكون مخلص الصديقة. وهذا طبعا يروح يرجع البلم الصوت مالته يمكن يأثر. مقدم جيد للنصايح طبعا هو عنده أفكار النصايح وأسلوب النصايح جميل جدا. طبعا ما يخلو كل برج احنا قلنا ما يخلو من السلبيات. هو عنده سلبيات يعني متقلب المزاج فجأة أحيانا وينطوائي يصير ويكون يعبر عن حبه بعمل يعني بعمل فشي ينجز فشي للحبيبة أو للناس مو بالكلام. طبعا قلنا يلتزم بالأوقات. طبعا هو دقيق بالأوقات ويلتزم وعنده طبعا صفة هم سلبية من الصفات السلبية عنده يعني إذا واحد خانه أو سوى يا مشكلة يخسره للأبد. طبعا ما يسامح أبد. حساس جدا بالكلمات يعني الناس وحذر شديد والعلاقات الجديدة طبعا يكون حذر جدا حذر. وبعدين شوي شوي يتأقلم إذا يشوف هاي العلاقات هي إيجابية وياه. يعني هو بالنسبة للمرح والكذا هو شديد يعني شوية عنده جفاء يعني مو مثل باقي. هاي احنا نذكر السلبيات حتى شنو حتى نحاول نلقي لها الحلول. فالانطوائيات اللي عندك يا برج الجدي حاول انت تطلع منها باسلوب، حاول تتصل بال هو قلنا يحب عائلته بشده يعني اكثر لقاءاته ويا عائلته يكون ويعني مو نقول حاله انطوائيه لدرجه حتى ويا عائلته لا، احنا نحكي على عامه علاقات عامه ويا الناس. هو طبعا عنده مشاكل بالجهاز الهضمي يعني انا نصحه بان يتناول المواد اللي بها يعني الغذائية اللي بها الفسفور والكالسيوم. طبعا الكالسيوم معروف هو موجود باللبن ويحاول يشرب لبن قليل الدسم لأن دسومة تأثر الجهاز الهضمي عنده. والكالسيوم طبعا
الفسفور، هذا الكالسيوم باللبن وكذا، والفسفور طبعا موجود بالاسماك، وانصح ياكل الاسماك بشكل شوي يعني قليل الزيوت فيها، لان هاي تساعده على يعني تعوض حالات النقص او تعالج الاشياء بالجهاز الهضمي عنده، وتعوضه بشكل كبير ويحاول يخرج او يتعافى من المشاكل الجهاز الهضمي. فأني قلت يعني حاول، هو طبعا برج الجدي، يحاول يبحث باليوتيوب شنو الاكلات اللي بيها الكالسيوم، شنو الاكلات بيها فسفور. يعني قلت الكالسيوم باللبن وغيرها، والفسفور والاسماك الحيوانات البحريه طبعا يحاول يشويه شوي افضل. يعني هذني احنا نحاول نختصر بشيء. بالنسبه للاحجار، هو يحب الاحجار او مو يحب، يعني الاحجار تتفق وياه الياقوت، والياقوت والعقيق، العقيق الاسود الازورد، طبعا هذا العقيق هو جيد له، والياقوت والعقيق قلنا، والعقيق على انواعه العقيق اليماني وغيره. فالجدي به صفات حلوه كثيره، يعني مخلص محب للمجتمع، يدقق بامور، يعني يحاول يخطط لبعيد، مجد، يعني به صفات قوي الشخصية. بدأ ذني السلبيات احنا ذكرناهن، يعني هي بكل برج قلنا اكو سلبيات، يحاول يطلع من انهن، نساعده شلون، النصحه بان انت حاول القي الحلول، وانت بارادتك بذكائك السيطر حتى تقدر تتغلب. احنا دائما نقول وكل فيديو او كل ما تحدث عن برج في سلبيات لكل برج، احنا نحاول نلقي له حلول، لان كلنا احنا، او هذا الثلج ما يخلينا نستقر، كلنا احنا يعني كل انسان بي اكو فد سلبيات، بس طريقته باسلوبه بذكاء يحاول يخرج او يصلح ذن السلبيات حتى يكون مقبول ومحبوب بالمجتمع. وكل الابراج انا متاكد هي محبوبه، كل الابراج بيها صفات، يعني الشخصيات تحمل هذه الابراج كلها. بقت هسه عندنا شنو؟ برجين، هن 12 برج، هذا البرج العاشر قلنا، وبقت عندنا برجين، وان شاء الله راح نتحدث مستقبلا بعد ما اخلص الابراج بافكار انتم تطرحون علي عليها، يعني تطرحون افكار، اذا انا محضر في شيء فكره، بس انتم اذا تطرحون فكره وتدخلون وكذا على قناتي هذه او على الفيسبوك، انا يعني اكون جدا مسرور اذا شاركونا بفكره واني احاول انقلها، شنو الافضل اللي تريدون اقدمه. انا احاول راح اصور لكم صور، يعني هي مو دعايه لمنيسوتا، بس انا المكان اللي بيه احاول اصور المكانات الجميله، احاول ابين الصوره لمنيسوتا اللي الناس غير ولايات يطلبون من عندنا. فاستغل الفيلم، يعني هو يكون عده افكار بيه، هم نسولف على الابراج، وهم انا نراوي الناس بين هاي المنطقه. مينيسوتا جميلة جدا رغم قساوة شتاها، لكن جدا جميلة، وعندي أجمل لقائي ويا أحبابي وأصدقائي، وتحياتي لهم، وإن شاء الله راح نتحدث اليوم بعد هذا الفيلم عن فد موضوع مهم. وها كالعادة حتى لا أنسى، راح أدعم الفيلم ببعض الصور الأحجار الكريمة اللي تثقن ويا هذا البرج، و يعني يختارهن، بس هو مو معناتها يمتنع من يحمل أحجار، يقدر اي برج يقدر يحمل احجار، بس احنا نميز الاحجار الجميله وتتفق وياه حتى يسيطر على الحالات السلبيه. والجمال دائما يبقى هو بالانسان، لان الله سبحانه وتعالى خلقه جميل. فاحنا هاي افلامنا نلتقي وياكم حتى نسيطر، نبين الجمال بيه ونبين السلبيات حتى يكون اجمل واجمل. فهسه خلصنا عن البرج، راح نتحدث ان شاء الله عن موضوع وهو يتاثر كالعادة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس بأسلوب يعني نسولف، ننصح نفسنا خلال ما نسولف وياكم، نذكر الأخوة، وأكيد كل واحد عدى المعلومات، بس احنا شوية بهذا الفيلم نحاول نحصرها، ويكون استقبال أكيد يكون لطيف من عندكم، من تكون بهيك جو وهيك منطقة أو بهيك لحظات، راح يكون واحد يعتاز، وخاصة أكثر هسه بالشتاء كارصين بالبرد. فأنتوا إن شاء الله دائما لقاء وياكم يكون جميل جدا،
وهسه راح اتحول للفقرة الثانية. احبائي اصدقائي نرجع ونسولف وياكم ان شاء الله اليوم عن الرحمة، وما احلاها الرحمة من تكون بين تتحقق بين البشرية ويكون اكيد نتيجتها النجاح لكل انسان يحمل هي هاي الرحمة. احنا اذا اريد نرجع يعني كمسلمين نشوف احنا بالقرآن، كتاب الله كريم القرآن مكتوبة بكل سورة بدايتها تتوج بكلمات من هذه الرحمة، وهي تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف تكون هذه تاج لكل سورة، فالله سبحانه وتعالى يبدأ باسمه وهو الرحمن الرحيم، ويدعونا أكيد من خلال كل بداية السورة بأن احنا نتمسك بالرحمة ويذكرنا بالرحمة. الرحمة إذا أريد نتحدث عنها هي يعني كثيرة وكثيرة الأمثلة، لكن احنا نسولف سوالف هنا مثل ما يقولوا، وحتى تكون أكثر بها متعة نسولف سوالف طبيعية. أنت الرحمة بها مجال كثير تقدر تحقق بها، وتقدر أنت تكون ترحم من حولك، ترحم نفسك أول شيء من ترحم لحولك ابتداء من النبات. يعني أنت إذا ما تتجاوز على النبات تنطيه حقه، أنت إذا سويت حديقة تعتني بها، تطيها تسقيها ماء كذا من هاي لأن روح هذه هاي يعني كفكرة. كل ما أنت تتعامل ويا هذه المخلوقات، مخلوقات الله الجميلة بالرحمة، كل ما تعطيك يعني تعطيك جمال بالنسبة للنبات، تعطيك ثمار بالنسبة للأشجار المثمرة، وأكيد الفلاح يحس بها هسه. يعني تعامله ويا الأرض، تعامله ويا كذا برحمة، راح تنتج له أكثر، وأكيد أجرها يكون أكثر عند الله سبحانه وتعالى. أنت من تكون صاحب عائلة، يعني أنت تتراحمون بيناتكم، إذا حتى لو تشوف العائلة تتجاوز عليك، تشوف العائلة ما ترحمك، يعني مو مشكلة، يعني فد حالة هاي طبيعية صارت، يعني فد مو تخليها مشكلة كبيرة. مو كل إنسان كامل، شوف حتى أحيانا نجي للأخوة، هسه احنا بمجتمعنا الأخوة يعني أكو بهم ناس بيناتهم أكو حسد للأسف، هاي من الجهل تجي، أكو هو يعني عند الأنانية عند كذا يحاول يتجاوز على أخوه، يحاول يظلم أخوه بكلام بغيبة بكذا. فأنت تكون رحوم، أنت متمسك بذكاء التق، مثل ما يقولك عملك مع الله، علاقتك مع الله تكون قوية، عدي ذني الأمور المأساة أو المشاكل أو الفتن أو الحسد بينك وبين أخوتك، وحتى أمرار تخرج أمرار من الأب أحيانا ومن الأم، مهما تكون حنان الأم بس الظروف اللي تعيشها هي هذا الأخو الحاسود اللي يجي دائما يحكي لها بيمها ويخليها يحثها على أخوه الثاني اللي يشتغل اللي يعمل اللي ينطي كذا يشوفه ناجح، يصير أخو هيك حالات بالمجتمع. فأنت حتى لو تسمع عبر وكون رحوم وياهم حتى لو يؤذوك، أنا أذكر وأنصح نفسي وأذكر، فالرحمة واسعة، يعني الرحمة الله سبحانه وتعالى أعطانا العقل ونقدر نستعمل أو نقدر نستغل هذه الصفة، الصفة الجميلة وهي الرحمة. الرحمة أنت من تكون مسؤول عمل، من تكون مسؤول أو أستاذ بالمدرسة أو بكلية أو بجامعة أو معهد، تتعامل وي تلاميذ تغيرهم برحمتك، تغيرهم تعاطفك، تغيرهم بأسلوبك بتواضعك، تغيرهم. صدقني حتى لو يكون واحد يكون مشاكس فاشل كذا، احنا جربنا بحياتنا وشفنا بالمدارس وشفنا بحياتنا الدراسية يعني أشكال ترى هي البشر، لكن تبقى التعامل المباشر أو التعامل المقابل وياه يغيره. وكل شيء حلول، لا تقولوا لي ماكو حلول، كل شيء اكو حلول. فانت من تغير هذا الانسان الى فاشل الى مشاكس الى ناجح الى مؤدب الى خلوق، يعني هذه راح قد ما يعمل خير هو لك بها اجر وثواب، لان انت يعني مثل ما يقولون افتحت له ابواب الرحمه بأماث بظرف هو كان ايس او ظرف هو كان يفهمه غلط، وجعلت بقلبه تزرع يعني الضمير يعني الحي به الرحمة أكثر، وتخليه ينتج وتخليه يتغير إلى نحو الأفضل. وكذلك التعامل، يعني أنا أخص بالتعامل ويا الجيران، يعني المناطق يعني جاي أشوف من خلال فيسبوك أو زياراتنا العراق أو من كنا بالعراق، أكيد كل شارع به موجود إنسان يعني أو ناس قليلين الرحمة قليلين الوعي،
قليلين الإيمان، أنت بأسلوبك بتعاطفك بفهمك بذكائك تقدر تغيرهم. تشوفون هسه احنا هسه بسط لكم اياها وانطيكم اياها كدليل، تشوفون الانسان المشاكس بالمنطقه او احنا باي بالشارع نسميه، يشوف لما يتعدى او يمر عليه انسان خلوق، انسان مؤدب محترم كذا، يستحي من عنده مهما يكون هذا المشاكس، يستحي منه ويقدره ويحاول يكون قدامه يمثل بان هو انسان طيب وانسان خوش، هذا الانسان المشاكس. فاكو يعني باب، اكو بذره، اكو خير، فانت تقدر تغير هذا الشخص من يكون، تقدر تنصحه، تقدر توحي له بعض الشغلات انت، وتنظف باب دارك، تخلي المقابل يعني يحس وينظف باب داره. وحتى انا اشوف حالات بالفيسبوك يعني حتى بدأت تنشر أكثر مناطقنا بالعراق، يعني هاي تكرم الفضلات احنا نسميها الزبالة، تكرمون يخليها يذبها بالليل وما لا أبالي على ما يشوف أحد، أنت خلي بالك لأن الله سبحانه وتعالى يشوفك وعلى كل حركة من حركاتك، فأنت كون أخلاقك تكون عالية، حاول لا تتجاوز. وذولا هم يكتبون كذا كذا الألفاظ مو حلوة على الحائط اللي ذب الزبالة أو اللي ذب الفضلات أو اللي ذب هذا بهذا المكان، هذا يعبر عن رفضه وعن انزعاجه، فيكتب كلمات حيل مو زينة ومو لائقة، يجوز طفل يقراها استوى يقرأ كلام بذيء. فأنت اكتب آية، اكتب حديث شريف بخط حلو وقطعة صغيرة حطها تذكر هذا المسلم بأن حديث شريف بأن كذا كذا كذا، هتشي الفكرة أنا أكيد راح يردع وراح يستحي وراح يحترم هذا الحديث وراح يتذكر ويأثر عليه، يكون تأثيره إيجابي أكثر من الكتابة السلبية وهي بها الشتم وبالغلط، لأن هذا أكو نوعية من البشر احنا متأكدين نوعية من البشر من تقرأ هتشي حالة أو تسمع أو تشوف هتشي حالة يعاند أكثر ويحاول يريد ينتقم بطريقته، فيصير عناد. والشيطان موجود، أعوذ بالله، الشيطان موجود بكل مرحلة وكل الظروف، وإحنا إن شاء الله بالرحمة نسيطر على أو نتغلب على هذا الشيطان. فكذلك إحنا إذا نريد نرجع همنا تعاملنا، أنا شفت بعض إحنا مو أشياء يعني كثيرة نشوف نشاهدها سلبية، نشاهد أشياء أو أشياء إيجابية جميلة. يعني بالصيف أتذكر ينشرون حالات بأن تخلي ماء هنا للطيور، خلي ماء كذا بشدة الحر، ومعروف كدولنا العربية وخاصة بالعراق بالصيف إيش قد توصل الحرارة 50 أو 51 حتى 52، توصل الحرارة عالية جدا، ويعني يموت الطير ويموت، يحاولون يرحمون هذا الرحمة جميلة. لكن هم أكو بالشتاء قدرون يسوون هذه الشغلات، الذب مكان معين، الأكل الزائد من عندك، بدال من ذبه بالشارع ذبه أو خبز كذا للطير مكان معين، لأن أكيد بالشتاء ما راح يحصل وصعب عليه بالنسبة للأكل، هي راح تصير باردة قليل، يعني قليل الأكل بس متواجد يجوز الماء. فأذكركم يعني نصير الرحمة أكثر، لأن كل ما ترحمون كل شيء مخلوق حولكم، كل ما ترحمون نفسكم يرحمكم من في السماء. أحبائي أنا أحاول أذكر بشكل سريع، يعني كثيرة قلت لكم أمثلة وكثيرة إحنا طرق للرحمة، لكن إحنا نرجع ونقول لما نلزم الكتاب الله نلقي تتوج كل صورة بهذا الاسم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تتوج كل آية قرآنية بهذا وبها سر وحكمة، وكل حرف كتب ليش هاي نوضع بهاي البداية بكل صورة. فأكيد أني يعني بتحليلي البسيط المتواضع بأن أقول الله سبحانه وتعالى بأسماء، يبدي الأسماء الحسنى الرحمن الرحيم، ويؤكد للقارئ بأن أنت تمسك بالرحمة يا مخلوق، تمسك بالرحمة تنجح دنيا وآخرة. فالرحمة حلوة، الرحمة حلوة، أنت إيش قد ما أنت تكون مكان يعني تواجه أحيانا مشاكل وقساوة من المقابل وتريد يرحمك، انت هم حس بيها وارحم من حولك من تكون قوي.
فالقوة ترى هي مو بالعضلات ولا قوة بالسيطرة ولا بالكرسي أو الوظيفة اللي أنت القوة أنت هنا القوة بالإيمان وتكون التقي أكثر ما تكون قوة أكثر. يعني أنت كل ما تكون رحوم ويل حولك كل ما تكسب وتنتج وتحصل التريدة وأكثر صدقوني، سواء صاحب شركة قلنا سواء أستاذ أو حتى لو رئيس دولة أو رئيس وزراء مثل ما يقولون، ارحم وكن صادق ويا شعبك. صدقني والله العظيم ما راح يصيبك إلا ما كتبه الله لك. يعني لا تتوقع هاي حمايتك، أنا أقصد المسؤولين، يعني لا تتوقع هاي حمايتك وهاي الكذا والمصفحات تحميك إذا أراد الله سبحانه وتعالى بشيء بسيط، يعني ينهيك ويخليك عبرة لكل إنسان، لا سمح الله إذا كان إنسان هذا فاسد أو إنسان طاغية أو كن. وإحنا قصصنا بالعراق شفنا يعني شاهدنا ولحد الآن جاي نشوف. بس المشكلة ماكو تعاب ماكو عبرة. البعض المسؤولين هو من ينزم الكرسي أو من تجي الأموال بيده ينسى الرحمة وينسى وما يرحم نفسه. من خلال نسيان الرحمة هو ما راح يرحم نفسه. والله سبحانه وتعالى قلنا ونأكد احنا دائما هذا الشعب الفقير، الشعب الصبور، الشعب خاصة احنا نقول الشعب العراقي، يعني انا أكد بيها بكل وأكد بيها دائما بأن النعلة ما تترك الشخص اللي ظلمه أو اللي يأخذ حقه. فكونوا رحمون، ترحمون أنفسكم خلال تعاملكم مع هذا الشعب. أني أذكر المسؤولين، يعني يعني مو معقولة كلها مسؤولين ما عندهم رحمة وما عندهم وكلهم فاسدين. بس أذكر الفاسد وهمنا يعني أذكر الصالح بهم. أنت تكون رحوم، تكون إنسان دائما مخافة الله، يعني شقد ما راح شقد ما تبقى راح تغادر هذه الحياة وشقد ما تملك راح تترك أكيد. فيا حبذا من تكون رحوم وياهم، يكون اللي بجيبك هو حلال وما يكون مغتصب حق أيتام حق مواطنين. والشعب العراقي يا ما كثرة هسه بيها الأيتام وبيها أبناء الشهداء والأرامل، يعني هواي شو تعد وشو تهاب. فأني هسه شوفوا أرجع أقول على الرحمة، رحموا ناسكم، كثرة الأيتام، كثرة المعوقين، كثرة المسنين هسه بالعراق. يعني حاولوا تتفننون بالرحمة. أنت كل ما تكون نظيف والله العظيم، كل ما تكون طاهر والله العظيم، أقسم بالله كل ساعة الله راح يوحي لك، راح يعطيك إلهام، راح يعطيك فد شيء أنت شو تسوي. وإحنا تحدثنا قبل الإلهام رسائل من الله سبحانه وتعالى، مو من كتب ولا من تجربة. إلهام تجي فجأة للإنسان النظيف طاهر اللي دائما على طهارة ووضوء، تجي إلهام يعني بي رحمة وبي ربح وبي إنتاج وبي فكرة جيدة من ناحية العمل، من ناحية القيادة، من ناحية أي شيء مهما تكون صفة هو موجود بيها، صفة اجتماعية. يعني قلنا أستاذ، صاحب معمل، صاحب مزرعة، صاحب شركة، صاحب أو رئيس دولة أو كذا أو قائد بالجيش. أنت كل ما تكون نظيف وكل ما تكون نيتك مع الناس مع الله سبحانه وتعالى صالحة، بالله العظيم يجيك إلهام تفيد نفسك وتفيد مجتمعك، وتتفاجأ بالإلهام الإلهي اللي يجيك، أو إحنا نسميه الفكرة. ودائما الناس تقول لك ليش هاي جت الفكرة ما جت إلي، أو هاي الفكرة وين صارت، هاي أشوفها حلوة شلون ما جت إلي، شلون ما كذا. هو هذا السر، سر أنت تكون رحوم، سر أن تعبر للناس تنافق عليك، سر أن سامح الناس اللي أذتك، السر أنت قلت لكم طهارتك، السر أنت تكون قوي قوي بإيمانك حتى لو متأكد 100% هذا الشخص ظلمك. لا تبادر بشر وياه، اتركه، اتركه الله سبحانه وتعالى هو اللي عاقب. يقول حسبي الله ونعم الوكيل وتركه، راح تحصل يعوضك الله بالدنيا ويعوضك بالآخرة ويراويك النتيجة اللي هو هذا الظالم قام بها وهاي انت بها. رحمت نفسك، رحمت نفسك لان ما استكبت اثم او شيء غضب الله عليك، ورحمت نفسك بان انت ظليت انسان قوي ودائما المؤمن قوي. وشوفون الانسان الباطل دائما ضعيف لسانه، ها طوله مثل ما يقولون عندنا بالطريقة العراقية،
ويزمخ ويصيح وكذا، وهو تلقوه فارغ دائما الليل ما ينامه على الظالم، خايف مرعوب ويحس كل انسان ظلمه او كل شخصيه ظلمها او كل جهه ظلمها تركض وراه. هذا العقاب البسيط اللي انتم يجوز ما تشاهدوا به لكن هو يحسه. احنا هذه كلام من تجارب نشوفها بالحياه، يعني احنا الظالمين نقرا عنهم او عشناهم شنو كانت حياتهم وشنو ختمه حياتهم. انا قلت لكم نسولف سوالف هنا ونسولف هاي وبخلالها ندعو الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحنا نعتاز يعني معتازين دائما انسان مهما يكون قوي وايمانه وكذا يعتاز الرحمه، لان اليوم انت من مشيت بي وترحم عبرته ما راح يرجع اليوم، وغدا ما راح يرجع من تتقدم وبعدين تودع هذه الحياه والناس تقول رحم الله والديا والله يرحمه انسان كذا كذا، افضل ما تقول الكلمات العكس والنعل بيها. وانتم شوفوا تعرفون النتائج بالاخره شنو، خاصه انسان المظلوم. وقلنا احنا بافلام قبل ونذكر الانسان المظلوم ما ينزل دعاء للارض حتى لو كان فاجر، المظلوم دعاء ما ينزل للارض والله سريع والله يستجاب دعاء، لان الله سبحانه وتعالى امر بالرحمه وراد الرحمه بالارض وتراحموا بين الناس. يعني مهما تكون قوميتك، مهما يكون دينك، مهما تكون عشيرتك، تراحم ويا جارك، تراحم وياه حتى لو زعلان عليك، حاول بفنك ذكائك بإيمانك تتواصل وياه عن طريق وهجاها او طريق ناس او انت تعزمه. قلب كل ترى كل عراقي طيب، مهما تكون قاسي قساوه عده طيبه، فانت عندك المفتاح الطيبه هاي تفتحها وتكسبه صديق وجار وطيب والصلحة إذا هو غير مصلح، وتركوا هذه الحزازيات وتركوا هذه التنافس. أنا أحيانا أشوف صاحبين مهنة واحدة يتنافسون تنافس المشروع ما بيشي، الإنتاج يمكن ما يكون واحد منتج أفضل، يتنافس بالسوق لكن لا يتنافس بالسعر هو المعقول، يحاول يبيع سعر أقل ويأذره، هاي ما بيها رحمة. أنتوا دائما اتفننوا بالتنافس مو بالحسد مو بالمشاكل حتى تطرحون رحمة بيناتكم مثل ما يكون وتكونون ناجحين. احيانا اروح من ازور العراق، يعني ليش اركد على العراق؟ يعني هي موجودة وين ما كان ترى السلبيات والمشاكل، بس هذا بلدي احاول اتصل وياه، احاول اتواصل واصدقائنا من خلال هذه القناة. من اتمشى بالسوق اشوف حالات، احنا نأشر على السلبية، لا تزعلون من عندي انتم خاصه صاحبين المحلات، والله لكم هاي الكلام نصيحه لكم واذكركم وانتم طيبين. انت من تتجاوز بالسوق، انا من ادخل السوق اذا اشوفه مجال عده اقدر اجي اتبضع او اشتري غراض واني مرتاح، لكن اذا ضيق واتحج هذا بسبب كل واحد طالع متره ومتره ونص وكذا ما عندي بعد واهس اجي للسوق مره ثانيه واشتري من هذا السوق. يعني شوف انت بهذا تجاوزت راح تخلي المتبضع او الانسان جاي يشتري ينزعج وما يشتري، وراح حتى تكون خسران. يعني لا تتصور هاي، انا شفت حاله حلوه خاصه بالكوفه، احد المهندسات يعني للاسف ما اتذكر اسمها بس كانت مجده، خلت سوت خط اصفر بالاسواق وكانت الهجوم عليها من خلال الناس الظلمه او الناس الحاسده او يربطوها بالمعيشه ويربطوها بكذا اعذار يعني ما مقبولة. أول أيام شوف الناس ترحمت لها والناس المارة طبعا المتبضعين، الناس تريد تتسوق يعني، شافوا مرتاحين يدخلون بالسوق ويطلعون، وهذا كل من إنسان بدأ مرتب حاله ومرحله وحتى من، لكن بعد أيام أذوها هذه أو حاربوها الناس المسيئين وتجاوزوا، هو المواطن قام صاحب المحل قام يتجاوز. يعني أنا أقول بصراحة وبين قوسين لا تزعلون من عندي، كل انسان ما يسوي صحيح هو انسان، انا ما اريد الفضله فضل مو زين، كل انسان طيب وخلوق يشوفه هو بدون ما واحد يقول له ارجع لمكانك وارجع لكذا، بالشارع كذلك وبالاسواق بكلها. يعني احنا هاي الرحمه نريدها، الرحمه ندور عليها، الرحمه هي هاي تتراحمون بيناتكم. فتطبيق القانون رحمه لكم وللسعدون اخوكم او
ابنكم او اي شيء هو اللي موجود الجندي او الشرطي بالشارع، شرطي مرور او الحمايه او كذا، من يكونون دائما رحمون رحيمين عفوا وي المقابل، ترحمون نفسكم، تمشون بشكل صحيح، راح تساعدوه. هذا حتى مهندس التنظيف احنا نسميه، للاسف نسميه زبال، لكن اللي يذب الزباله هو الزبال، هذا منظف او مهندس النظافه. انتوا ساعدوه شويه، خلوا بان تاكدوا بان كاميرات الله موجوده، تخافون امرار من كاميرا الحكومه، الكاميرات الله موجوده. انت من ذب لك حاجه او توسخ حاجه راح تضر هذا الخطيئ المواطن، واعتبره اخوك، اعتبره ابنك، هذا راح يتعب، راح يتاذى. وشفتوا حالات حتى ناس ماتت بالحر ووقعت من ذولا المهندسين النظافة. هذا العامل من يجي يحاول يشيل الأوساخ اللي انت ذبيتها بيها، احيانا تلقي زجاج انت تكسره وتذبه، هو يجي يشيلها بايده، ومشاكل هاي تعرفوها. تحاول يعني ترحم بهذه الحالة. انا اذكر اشر على اشياء، تخلي الزجاجة بعلاقة معينة، تخلي الاكل بعلاقة معينة حتى تطيل الحيوان، مو هيك وتخبطها وتذبها وتخلي هذا خطيئة يتأذى. وانت بهاي الحالة ارتكبت إثم، وما رحمت نفسك، وما رحمت المواطن، وما رحمت منطقتك. والرحمة حلوة يا أخوان، والله العظيم أنا أذكر يعني إشقد إحنا نريد نعيش بهذه الحياة، إشقد نريد هذا. كل ما تركون أثر طيب، كل ما تركون تسوون عمل طيب، راح تبقى الناس تذكركم على طيبكم وعلى، وكل ما العكس راح الناس همنا تنفر وتذكركم وتنعلكم إذا لا سامح الله واحد ارتكب شيء مزين. ليش هسه كثير أكو ناس تأكد تقول، وكثير اللي يجون للخارج أول يوم اللي يجي بيه يشوفه دائما مستقيم متعدل أموره وكذا، لا يذب وصاخه، لا، لأن يشوف الحولة، يشوف الحولة، فهو يرد يصير عنده فالصدمة، خاصة كان إنسان فوضوي مثل ما يقولون قبل، وإجا شاف النظام على ترتيبه وكذا. وأكو بعضها ينقدون يقولون ليش لما يجي، لا مو كثر يعني، مو كثير الناس اللي يجي البلدة ويجي المكان فوضوي يصير فوضوي. لا، أولا نقول بلادنا فوضوية، لا، بيها ناس فوضويين، بلادنا دائما كانت وللأبد وهسه تبقى دائما هي يعني مثل يقول أصل النظام وأصل الرحمة وأصل الجمال وأصل إيمان. لكن أكو ناس للأسف ساكنة بيها تحاول تلقى الصورة أو تعكس الصورة من خلال تعاملها، من خلال طريقتها تعكس صورة مو حلوة عن بلادنا. وكثيرين هسه احنا هنا بأمريكا وبأوروبا أكو ناس دعوا للإسلام، أكو ناس على مستوى معممين، يعني أنا لا تزعلون أحكي كل شيء بوضوح، أو دعوا جهة معينة وهم يرتكبون إثم ويعكسون صورة مو حلوة عن اللي يعني يعكسون عنه مثل جهة معينة، وعكسوا عن الإسلام في حالة مزينة، يشوفوهم يتحيلون بجمع الأموال، يشوفوهم يرتكبون أخطاء، مصيبة يعني، مصيبة والله العظيم. هذه يعني هاي طبعا موجودة، احنا بالخارج ناس نست وما رحمت نفسها من خلال يحاول يسلك طرق غير شرعية ويعكس صورة مو حلوة عن الإسلام. انت ذب هاي الأمامة أو لا تقول أنا سيد قدام الناس وروح سوي وانت والله، لكن من تلبس العمامة او شوية طول اللحية وتقول اني سيد فلان من بيت سيد فلان وتسوي اشياء محرمة وجماعتك يدرون ويقولون وراك منافق وكذاب، لكن قدامك يبتسمون لان هو هذا مجتمع موجود. فانت بهاي ما رحمت نفسك، وراح تكون تعكس صورة مو حلوة عن بلدك او عن دينك، وراح تأذي. هاي همين ان احنا نتطرق لها ونحكي عن الرحمة. وكثيرة كثيرة للأسف احنا نحاول نأشر، ولا أني أقول كامل كمال لله، ولا أقول أني ما عندي أخطاء، الله يعلم والأخطاء. وإحنا نحاول ننصح نفسنا ونذكر أخواننا ونرجع ونقول الرحمة حلوة لكم، وهي إطار أو تاج الله سبحانه وتعالى اختاره للإنسان. إذا يكون رحوم راح يكون نور إله، وحياته كلها نور وآخرته كلها نور. أحبائي آسف في الإطالة، وأتمنى ألتقي وياكم بأفكار جيدة، وإن شاء الله بقت عندنا برجين نتحدث عليها إن شاء الله ونختار الفكرة، وأنا أنتظر ملاحظاتكم، وراح أصور لكم هم بهذا المكان صور إن شاء الله أخليها ويا هذا الصور لقطات أو فيديو، وحتى
نتمتع سويا بهذا الجو الجميل، رغم برودته لكن جميل جدا. وأكثر جمالا هو التقائي وياكم، وعلى الخير والمحبة، وأينما تكونوا إن شاء الله أنتم بخير أحبائي، في أمان الله. صارت الساعة بالأربعة العصر، وبرد الجو يبرد أكثر وأكثر، لكن يبقى جميل الجو جدا جميل، لأن مينيسوتا يعني توصل برودتها كلش قاسية. شوف هذا، حاول أتقرب للأشجار تكون بهذا الجمال. شوفوا حتى هي من ذاب الأوراق، يا سبحان الله سبحان الخالق، تكون حمراء، ومن يصير هاي المنطقة كلها ثلج يصير فد ألوان كلش جميلة. طبعا هاي المناطق بعد شهر صعب المشي بيها، يعني يصير تزحلق هنا، بعض يجون أطفال كذا مثل هاي يصير، بس صعب يجي يصير، الجو يصير كلش بارد. بس هو من يسوت يعني يطلعون مهما يكون، يلبس جفوف، يلبس ملابس خاصة، اكو ملابس يصير يعني شلون ملابس الداخلية، لكن هي من قماش تطي الى دفو، حتى جفوف اكو تطي الى دفو، طبعا ثاني يصير اغلى اكيد، وخاصة اكو جفوف بالنسبة للمصورين حتى ما تأثر على ايده هو يصور وكذا اللقطات. احب اسوي هرويكم المناظر ونسولف. هاي البيوت البعيدة، وهاي الشمس بدأت تغيب، شوي شوي تنزل، شمس حلوة كلش. وهذه السناجي جاي تلعب، تلكم تنزل تاخذ البلوطة والجوز، وهاي اكثر اشجار جوز هسه هاي موجودة، اشجار جوز تاخذ الاشياء، كنت تعبان طبعا بالليل والصيف تحاول تحفر وتضمها هي، لكن هو يا سبحان الله السنجاب ينسى، فبعض الثمرات طلعا زرع، يعني يصير هو احد المزارعين جنود الله طبعا دولة يكونون، فحكمة ربك يعني جعل بيها قسم يحفر، هو يتذكر هيج تمريحتها يركض يعني بالقاع ويحفر وياكل من عندهن في الشتاء، وقسم ينساهن مكانهن، هو هاي حكمة من الله حتى يطلع بعدين زرع، من ينسى راح ينبت. هاي احد البحيرات، وهاي البط هنا شوفوا جاي ياخذ مكانات استراحة. أحبائي احنا هسه حتى الفيلم لا يصير طويل حتى نروح، وهذا شوفوا الشارع العام، وارجع لهناك حتى اصعد هذه وارجع سيارتي. طبعا صعود هذا يصير، وهذا مكان السيارة، يا الله